بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أبو إياد التعليمية. In the name of Allah, the most gracious, most merciful. Welcome in your channel, Abu Iyad channel for education. سوف نكمل في هذا الفيديو سلسلة الأحاديث القدسية، وسوف نتحدث عن حديث قدسي جديد إن شاء الله، ونذكر بما أخبرنا به في الفيديو الأول والحديث الأول من الأحاديث القدسية. كنا قد تكلمنا عن معنى الحديث القدسي، وهو أنه الحديث الذي قاله الله عز وجل ولكن أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوبه هو وبكلماته هو، أي أن المعنى من الله عز وجل والكلمات من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا سمي حديث قدسي. قدسي معناها أنه مقدس أو شيء عالي القيمة أو شيء ذو قيمة عالية أو شيء مرتبط بالله عز وجل. إذا سمعت كلمة قدسي فتعلم أن هذا الأمر متعلق بالله عز وجل. We will complete in this video the second session about chain of Qudsi hadiths. Today we will learn about the second hadith of Qudsi hadiths. And if we need to remember what the meaning of hadith Qudsi, we said before that hadith Qudsi mean what Allah, glory be to him, said, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam told us about this matter by his words. So hadith Qudsi means the meaning from Allah and the words of this hadith by the words of or say of Prophet Muhammad, peace be upon him. So it called hadith Qudsi. And when you hear this word Qudsi, you know that this matter is related to Allah. Let us start the second hadith. هذا الحديث يتحدث عن نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل. هل ذلك يحدث فعلا؟ سوري. وهل هذا حقيقي؟ هذا الأمر، الله يتنزل فعلا في الثلث الأخير من الليل، أو أنه يتنزل بشكل عام؟ هذا ما سنعرفه خلال هذا الحديث. الحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري وكذلك مسلم ومالك والترمذي وأبو داود، وفي رواية أخرى لمسلم زيادة: فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. It was narrated by Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said that the Messenger of Allah, peace be upon him, said,
Our Lord, glory be to him, descends each night to the earth sky when there remains the final third of the night, and he says, Who is saying a prayer to me that I may answer it? Who is asking something of me that I may give it him? Who is asking forgiveness of me that I may forgive him? It was related by Al-Bukhari, also by Muslim, Malik al-Tirmizi and Abu Dawood. And in a version by Muslim, the hadith ends with the words, and thus he continues, the light of dawn shines. المعنى الإجمالي لهذا الحديث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الفجر أي حتى يبزغ الفجر. معنى هذا الحديث أن الله عز وجل يتنزل فعليا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد حثنا كثيرا على قيام الليل وبين لنا أهميته العظمى وفضله الكبير، ومن فضل وثواب قيام الليل هذا الحديث يبين لنا ويوضح لنا كثيرا فضل قيام الليل. وقيام الليل يبدأ على اختلاف العلماء من بعد الساعة 12 مساء إلى ما قبل صلاة الفجر بقليل. فينبغي على الإنسان أن يستفيق ويقوم يشغل وقته بالصلاة والدعاء وذكر الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، لأن الدعاء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي الدعاء مستجاب. الله عز وجل يقول من يدعوني فأستجيب له، إذن الدعاء في هذا الوقت الثلث الأخير من الليل مستجاب بأمر الله عز وجل. إذا سألت الله عز وجل شيء سوف يعطيك الله عز وجل هذا الأمر فورا. إذا استغفرت الله عز وجل من ذنب أذنبته فإن الله عز وجل سوف يغفر لك هذا الذنب. لذا فليحرص كل إنسان على قيام الليل خاصة في الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل اختلف فيه العلماء، وهل لابد أن يكون بعد نوم أو يمكن أن يعتبر هذا قيام الليل من بعد تدريجيا من بعد صلاة العشاء من غير نوم أم لا؟ ولكن الظاهر والواضح إن شاء الله أن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، وهذا إذا كان الإنسان من طبيعة عمله أو ظروفه لا يستطيع أن يستفيق في الثلث الأخير من الليل الساعة 3 أو 4 فجرا لظروف شغله، يمكن أن يكون أنه يبدأ عمله في هذا الوقت. ولذا فالعلماء هناك في بحبوحة أو إباحة أن يصلي الإنسان قيام الليل من بعد صلاة العشاء، ويقول ويذكر الله ويصلي بما يشاء ويقرأ القرآن ثم يدعو الله عز وجل. ولكن إذا كان وقت الإنسان متسع ووقته يسمح بأن يقيم الليل بأن ينام قليلا بعد صلاة العشاء ثم يفيق
في الثلث الأخير نعلم أن في سورة الليل يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. صدق الله العظيم. فالثلث الأخير من الليل، من العلماء من قال أنه يبدأ بعد صلاة العشاء إذا لم يتيسر للإنسان أن يفيق في الثلث الأخير من الليل، أو كان من طبيعة عمله يبدأ مبكرا، ولكن إذا كان طبيعة عمله تسمح بذلك، والأفضل أن يكون قيام الليل بعد نوم، يعني أن الإنسان يجاهد نفسه ينام ثم يعقد العزم أو يضع منبه ليفيق في الساعة قبل الثالثة أو الثانية على حسب اختلاف الوقت في البلدان الإسلامية أو الأجنبية، إذا كان الإنسان مقيما في دولة أخرى غير بلده، فتكون قبل صلاة الفجر ب3 ساعات على الأقل. هذا الثلث الأخير من الليل. ولكن هناك مسألة في هذا طرأت، في كيفية نزول الله عز وجل. هل الله عز وجل يتنزل فعليا في الثلث الأخير من الليل؟ وإذا كان كذلك فكيف هذا النزول؟ وإذا كان يتنزل في أي مكان يتنزل؟ هل سيتنزل لي أم يتنزل لهذا أم لذاك؟ فالعالم متسع، كيف يتنظر الله لكل إنسان على اختلاف هذا العالم؟ هذا في أوروبا، هذا في أمريكا، هذا في آسيا، هذا في أفريقيا، هل سيتنزل الله عز وجل لكل إنسان في هذا الوقت؟ هذا ما سنبينه. يبين العلماء أن نزول الله عز وجل هو نزول حقيقي، ولكن ليس كنزولنا، ليس كما ينزل الإنسان من مكان مرتفع إلى مكان منخفض، فنحن لا نعلم الكيفية، ولكن الله عز وجل هو ينزل كما يشاء، ولا يلزم من ذلك خلو العرش، فهو نزول يليق به جل جلاله. قد يقول إنسان: إذا نزل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل إذن فالعرش يكون خاليا. نقول: لا، نزول الله عز وجل ليس كنزولنا، وهو ينزل كما يشاء، ولا يلزم منه خلو العرش منه عز وجل. والثلث يختلف في أنحاء الدنيا، وفي هذا وهذا شيء يختص به الله تعالى، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال الله عز وجل في قرآنه: ليس كم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى الآية 11. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، سورة طه آية 110. وقال في آية الكرسي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،
سورة البقرة آية 255، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو سبحانه وتعالى أعلم بكيفية نزوله. إذن فما الواجب علينا في هذا الأمر وفي هذه الآيات، مثل هذه الآية أو الأحاديث التي تشتمل أو قد يلتبس على الإنسان المعنى ومتعلقة بالله عز وجل؟ نقول وبالله التوفيق، علينا أن نثبت النزول على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، لأن في آية أخرى يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الرحمن على العرش استوى. قد يسأل كيف استوى الله عز وجل، وكيفية جلوسه على العرش، وكيف هذا العرش، فنقول فالواجب علينا أن نثبت النزول ونثبت الاستواء على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، فهو ينزل تعالى كما يليق به وليس كنزولنا. إذا نزل فلان من السطح خلا منه السطح، وإذا نزل من السيارة خلت منه السيارة، لا نقيس ذلك، لا نقيس على ذلك، لأن الله عز وجل هو الخالق والقادر والإله، وإذا قسنا على ذلك على أنفسنا يكون هذا القياس فاسد، لأن القياس لابد أن يكون مع المثيل. أقيس أنا مع مثيلي من البشر، لا أقيس أنا مع ذات الله عز وجل، لا، لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه ولا يشبه خلقه في شيء من صفاته. ونقول أيضا استوى على العرش على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ولا نعلم كيفية استوائه، فلا نشبهه بالخلق ولا نمثله، وإنما نقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. The general meaning of this hadith: the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Our Lord Almighty descends to the lowest heaven every night when the third of the night stays, and he says, Whoever calls me, I will respond to him. Whoever asks me, and I will give him. Whoever seeks forgiveness, and I will forgive him. Until the dawn breaks, agreed upon his health. In this hadith, the Prophet Muhammad, peace be upon him, talks about the night prayer, that Allah, glory be to him, descend in the final third of the night, and he says, Whoever calls me, I will respond to him, I will answer him. Whoever asks me something, and I will give this thing to him. Whoever seeks forgiveness, and I will accept and forgive to him. This hadith explains the virtues of the night prayer. As we know that the Prophet Muhammad, peace be upon him, advised us to pray and wake up at the final third of night to pray to Allah, to read Quran, to remember Allah, and to say dua, because at this time Allah accepts your dua.
One can ask, when this the final third of night? I need to wake up at this time, but I didn't know when this time. I can answer, the scholars, Islamic scholar, is different in this matter, but they agree that the night prayer is start direct after Isha prayer. For who cannot wake up at the final third of night, and this be in the at 2 or 3 or 4 o'clock, exactly before the Fajr prayer by 3 hours at least. I can't say when exactly, because the time is different in the countries. We know that the time is not the same. So the final third of night starts after Fajr prayer by at least 3 hours. What can I do in this time? I should sleep after Isha prayer and wake up at maybe 2 o'clock or 3 o'clock for who have more time. But if someone is work is at this time, start his work at this time at 2 or 3 or 4, maybe how can I pray this night prayer, or how can I wake up at this time? It will be difficult to me. So the scholar allowed to this person who work at this time at 2 or 3 morning or 4 morning, or start his work from Fajr, to pray this night prayer after Isha. Read Quran and remember Allah by anything. Say Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Astaghfirullah, and say dua by what he want from Allah, and inshallah Allah will accept his dua. But if someone have more time and he start his work at 2, 8 or 10 or 9 or 8, he has more time, so he can pray this night prayer at 3 or 4 o'clock before Fajr, as we said, by 3 hours at least. But there is a problem, or not problem, we can say confusing. Maybe someone have confusing for after he understand this hadith. How can Allah descend to the earth? How? And when he descend, and in the throne will be free from God? The scholars answer and have indicated that it is a revelation worthy of God and not like our revelation. This means Allah descend to the earth, but not like our descend when we down from up to down.
Allah not like us. And only Allah knowing how it is, how it this descending, as it descends, as it places. And it is not necessary that the throne is vacant, because it is a revelation or this descending worthy of His Majesty. And the third of night differs throughout the world, and this is something that the Almighty, Allah glory be to Him, specialists in, that it does not resemble His creation in no one of His qualities as the Almighty. Allah glory be to Him says in the Quran, it is not nothing like Him. He is the all-seer. This means Allah glory be to Him is not nothing like, and He hear and see all of us. This is mentioned in Surah Shura verse 11. And Allah glory be to Him said in another verse, He, Allah, knows what is before them and behind them, not around Him, not. Surah Taha verse 110. ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. And the meaning for the previous verse in Surah Ash-Shura, verse 11, by Arabic, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. And Allah glory be to Him said in another verse, don't surround some knowledge except what He wants. Surah Al-Baqarah, verse 255. The meaning in Arabic, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Someone can ask, in this case, or in the same of this hadith, or a verse like the verse that talk about الرحمن على العرش استوى, Allah glory be to Him say, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, الرحمن على العرش استوى. How can we believe in this matter or in this example of verses or hadiths like this hadith? I can say we have to believe and prove the descent on the face that is worthy of God, and even thought it is a descent on the throne, it descends as pivot it, not like our descent. When Allah descend, this is descending is not like our descent. If someone down from the surface, we say the surface is empty or free from him, or someone is down from his car, or when someone step out his car, we say that his car is empty from him. No, we can measure the
Allah, glory be to Him, as us. No, it is more different between the God and the human. Allah, glory be to Him, He is the Creator. He is the God. He created all this world. So we cannot measure Allah, glory be to Him, in case or in example like us, because this is measure will be wrong, will be as a corrupt measure for Him, because the Allah, glory be to Him, is not measured by His creation, nor is it similar to His creation in any of His attributes. And we also say He descend on the throne in the manner befitting His glory and don't know how to level it or how this descend. So we don't resemble it with creation and not represent it, but we should say He descend, His descending as His majesty and greatness. نأتي إلى النقطة الأخيرة في هذا الدرس وهذا الحديث القدسي عن قيام الليل. ما الواجب علينا أو كيف نطبق هذا الحديث في حياتنا العملية؟ نقول يجب على الإنسان بعد أن علم أن الله عز وجل يتنزل في الثلث الأخير من الليل وأن الله يستجيب دعاء من دعاه ويغفر لمن يطلب المغفرة ويعطي من يسأله أي شيء، يجب على الإنسان بعد أن علم وفهم ذلك جيدا أن يجاهد نفسه ليستيقظ في هذا الوقت الثلث الأخير من الليل، وكما قلنا أنه قبل صلاة الفجر بتقريبا 3 ساعات، يمكن أقل أو أكثر على اختلاف الوقت في البلدان المختلفة، لأن الدعاء في هذا الوقت يكون مستجاب، ويجب على الإنسان أن يشغل هذا الوقت ويشغل نفسه في هذا الوقت بالصلاة، صلاة قيام الليل، قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل كما قلنا سابقا من التسبيح والتحميد والتهليل، وكذلك الدعاء، فالله عز وجل يستجيب الدعاء في هذا الوقت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في هذا الحديث القدسي. We reach to the last point of our lesson about how to apply this hadith in our daily life. We said, after we know that Allah, glory be to Him, descends in the last third of the night and He accepts the du'as in this time and He accept forgiveness for who ask forgiveness and He who give for the one who ask anything from Him. So each human should strive himself, should adhere by wake up at this time, the last third time, last third part of the night, and
spend this time in prayer, reading Quran, remember Allah, and say dua, supplication. Supplication is the same dua, because supplication or dua at that time is answered. Allah accept dua in this time, as the Prophet Muhammad, peace be upon him, told us in this Qudsi hadith. I hope me and from you, from each one, to strive himself to wake up at this time, because this at this time Allah accept dua, and this is wonderful thing. You can pray, you can say dua by anything you want in your life, so Allah will accept direct your dua. Now we reach to the end of our video. If you like my video, please like, share and subscribe, and activate the bell to reach all new from our videos. والآن وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. إذا أعجبكم الفيديو رجاء الإعجاب بالفيديو ومشاركة هذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.